تبادل التقنية échange tech 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا التسجيل سوف نرى معا كيفية إعداد صدى في اللوجيسيال Audacity على نظام ويندوز هنا رانا في الويندوز 10 فيرسيون 1909 العملية بسيطة جدا سوف نتطرق لها في هذا التسجيل في الأول نطلع البيرو ويندوز M وهنا نحوس على Audacity Audacity element de liste organisé sélectionné 43 sur نفتح اللوجيسيال نستنى وهي نحل Audacity vue de prise tableau هنا على واحد طابلو اللي فيه زيرو بيست دونك بور المومون ما فيه حتى بيست دونك هنا سوف نخلق لا بروميير بيست وهذيك لا بروميير بيست على كل حال هي اللي غادي يكون فيها هاد ليكو هاد الصدى باش نسجل لا بيست الاولى العمليه سهله جدا دونك هنا راني باش نيفيتي سماع صوت انفيديا خاطر راني نستعمل انفيديا هنا ندير انسير اس غير مره واحده بارول ديزاكتيفي فوالا بارول ديزاكتيفي ومن بعد هنا نقدر نلونسي التسجيل ان ابيان على لا لتر ار دونك كي نضغط على لا لتر ار نقول يعني الجمله اللي راني باغي ندير فيها ليكو ومن بعد نسكت شويه واحد زوج ولا ثلاثه تاع الثواني دونك هذاك الصمت هذاك هو اللي سوف يتضمن هذاك ليكو دوك نشوفوا مع بعض دوك ندير لو ار باش نبدا التسجيل ونسجل التسجيل تاعي دونك ندير لو ار السلام عليكم جميعا دونك كي نكمل التسجيل كي نحب يعني نوقف التسجيل نضغط غير على المسافه يعني زر المسافه يوقف التسجيل ولا عاود ضغط على زر المسافه دوك يسمعني التسجيل اللي سجلته نعاود ندير الاسباس السلام عليكم جميعا فوالا دوك هنا التسجيل راه مليح نرد لا فوا دوك باش نرد لا فوا ندير انسير اس جوج مرات دوك نديرو المره الاولى بي با فوا نعاود ندير لو اس بارول اكتيفي دوك هنا لا فوا ولات دروك نقدر نسمع لي مينو ونقدر نسمع كلش قبل ما نطبق ليكو على الصوت هذا خاصني ندير اونتري خاطر عندي حالا بيست وما لي با سيليكسيوني دونك ندير اونتري باش نسيليكسيوني لا بيست هذه سيليكسيون دي بيست ان سيليكسيون نلقى لي بيست ان سيليكسيون هي لا بيست الاولى كي تكون فواحد لا بيست لو جي يحطك في الديبي دو لا بيس و لو كا يحطك في لا فان دو لا بيس دونك انا نعفس على لا لتر جي باش نحط لو كورسور دو ليكتور في الاول تاع لا بيست ومن بعد باش نسيليكسيوني لا بيست هادي كامله ندير شيفت كا الوغ شيفت كا هي لا توش ماج لي فو كونترول و لو كا دونك ندير شيفت كا هنا سيليكسيونالي لا بيست كامله يعني هذيك السلام عليكم جميعا زائد الصمت اللي موراها كل شيء راه مسيليكسيون الوغ واش كاين مليح في الاوداسيتي سي كو الصدى
يقدر يكون مانوال كما يقدر يكون اوتوماتيك. دونك حنا ماذا بينا كونفيغوريو حده الصدى تاعنا. الوغ وين نلقاو الصدى؟ نمشيو في لا بار دو مينو. دونك نفس على الت وندير فليش دروات حتى نلقى افي اديسيون ابليكاسيون ترانسبورت بريست سو فينيري اف اس او مودوال فيزي. فوالا هنا راني في اف نهبط بلا فلاش حتى نلقى ايكو. Alors هنا tu vois راني عندي يعني مجموعه كبيره تاع لي جي في. انا نحوس على ايكو changer la vitesse, changer le tempo, compresseur, c'est... Donc, effet, en arabe, nous pouvons traduire le son sonore, c'est... Voilà, on fait l'écho, on dit entrée. Audacity, nous disponible, durée d'une élève, seconde, édition, sélectionnée 0,1. Donc on a un idéal 0,1 seconde. Normalement, le délai, l'adi, fait une seconde. Radindiro déjà une seconde. Répète une chauffe, il y a une hête là. 1,0. Indir 1, alors, mhit 0,1, ou n'ktib 1,0. 1,0. On me met d'indir entrée. Répète ce mot, il y a une hête là, t'as l'écho là. Indir entrée. Audacity, plus de prise tableau, prise de sélection, plus de prise tableau, prise de sélection. Voilà. Donc, on applique à Yanni Hadek Liko, un des espaces businessman. Assalamu alaikum. كاين واحد المده تاع ثانيه. دونك انا واش ندير باش نعاود نجرب واحد ليكو واحد اخر؟ ندير كونترول زد باش نانولي هاد الصدى الاول. انولي بريستال سيليكسيون. فوالا درت كونترول زد نعاود نسمع. دونك نورمالمون هنا الصدى راح. السلام عليكم جميعا. فوالا الصدى مشى. نعاود نسيليكسيوني دونك ندير لو جي باش نطلع الاول تاع لا بيست. نعاود ندير شيفت ك باش نسيليكسيوني كاع لا بيست ونعاود نمشي للمنيو افي. دونك الت فلاش دروات جيسكا افي ونهبط بلا فلاش تلقى ايكو. Dès l'entrée à l'écho. Audacity disponible. Durée du délai, seconde. Édition, sélectionnée 1. Bon, on a donc conseillé 0,5. Sur 0,5, qu'est-ce que tu as mis de l'écho ? 1. Alors, 0,5. 0,5. Voilà. On a dès l'entrée, on chauffe. Le ticrar, hiddet ticrar, à l'écho. Audacity, plus de prise de tableau, prise de sélection. Plus de prise de tableau, prise de sélection. Aïe, un des espaces. Par exemple, donc on dit 0,3, on chauffe, 0,3 ou 0,2. Allez, on va voir lequel l'écho normalement me cache. Assalamu alaikum, jamia. Voilà. Aïe, nous allons aller à l'alt. Flèche droite, hâte à effet. On a battu ta écho. Entrée. Audacity non disponible. Durée du délai, seconde. Édition, sélectionnez 0,5. Allez. Numéro 5, dès fin. On dit 0,2. Ah, dès l'entrée. Plus de prise de tableau. Prise de sélection. Aïe, nous sommes au droit. Assalamu alaikum. Donc tu vois, Anna,
كان شوية تحسن يعني بون ماشي السلام عليكم جميعا فوالا نتكرار نقرب شوية نعاود لي كونترول زد ونحوس يعني دونك نعاود ندير alt على بالكم باللي ميم 0.09 مسموح ها دونك لا نبغي نهبط تحت 0.1 نقدر ندير 0.09 0.08 دونك نهبط بلا فلاش Changer pour faire console Echo. Voilà, dès l'entrée. Pour la cité durée du délai, nous avons édition sélectionnée 0.2. Allez. Allez, dire un signe 0.9 par exemple. 0. 0.09. Allez, entrée. Pour la cité, plus de prise de tableau, prise de sélection. Une seule fois de khatra. Assalamu alaikum, Javier. السلام عليكم جميعا. تشوف 0.9 راهو يعني تقريبا يخصو غير شويه. عاود دي كونترول زد باش نانيلي. تشوف علي نسييو 0.05 باغ اكزومبل ندير alt. السلام عليكم جميعا. هنا رانا حسنا يعني الصوت بهذا الصدى هذا. الوغ هذا الصدى هو مؤثر صوتي معروف في كاع لي زونغوجيستغ. دونك هذا بالنسبه للاوداسيتي. وان شاء الله في واحد الدروس مقبله دوك نشوفوا المؤثرات الاخرى ان شاء الله معا في اللوجيسيال في الويندوز. نتمنى هذا الشرح يكون افادكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.